أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في البلاد إلى 252 شخصا، لتسجل الجزائر أعلى عدد من الوفيات في البلدان العربية والقارة الإفريقية. هذا وقد وصل عدد الذين تعافوا من المرض في الجزائر إلى 90 شخصا، بينما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 1320 حالة مؤكدة. وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت توسيع إجراءات الحجر الجزئي ليشمل كامل ولايات البلاد لمواجهة الجائحة، باستثناء ولاية البليدة التي ستظل خاضعة لإجراء الحجر الكلي. عدد الإصابات في الجزائر يقفز بشكل متسارع ليتجاوز 1420 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى ما يزيد على 170 حالة توفى. حجر جزئي فرضته السلطات الجزائرية حتى الآن بالرغم من تسارع عداد الإصابات. على ما يبدو فأن رقعة الحجر قد تتوسع ليصبح كليا وشاملا في حالة ازدياد عدد الحالات بكوفيد 19. يرجح وزير الصحة الجزائري أن سبب تفشي الفيروس هو القرب الجغرافي من إيطاليا وفرنسا، وهي دول تفشى فيها الفيروس بشكل خطير. ظروف صعبة في هذا البلد الذي لم يعرف الاستقرار الاقتصادي ولا السياسي بعد. تقارير عالمية تكشف عن أن أكثر من نصف مليون عائلة على حافة الفقر بسبب تفشي جائحة كورونا. دفعت هذه الظروف متطوعين من النساء والشباب للقيام بمبادرات من أجل الحفاظ على سلامة مجتمعهم في هذه الأوقات الصعبة، وللوقوف جنبا إلى جنب مع طواقم طبية تعاني أصلا من ندرة الكمامات والمعدات، حيث بدأت بعض النسوة بصنع كمامات يدوية للوقاية من الفيروس. وفئات من الشباب قامت أيضا بتقديم العون للمسنين والمحتاجين. تساؤلات تزداد في الجزائر عن سبب تسارع الإصابات وارتفاع المنحنى إلى أعلى قمة بين الدول العربية، فلا يكتم هؤلاء مخاوفهم عن عجز نظامهم الصحي وإرهاقه إن استمرت البلاد تحصي هذه الأعداد من المصابين، وتلك هواجس يتشاركونها ربما مع العالم بأسره. وينضم إلينا عبر سكايب من ولاية الوادي في الجزائر دكتور جديع جابر، مدير جمعية الأطباء الممارسين في ولاية الوادي وإخصائي أمراض الجهاز التنفسي. سيد جابر، يعني الجزائر للأسف تسجل أعلى رقم وفيات في العالم العربي وفي إفريقيا، لماذا برأيك؟ هل يكفي تفسير ذلك في الموقع الجغرافي والقرب من إيطاليا وفرنسا؟ هو في الحقيقة لو نقوم بإسقاط عدد الوفيات المسجلة إلى حد الساعة والمقدر ب 173 وفاة ونسقطها على عدد الحالات المسجلة في ضمن الحالات المشخصة عبر التحاليل البي سي آر، يعني هي تبقى ضمن النسبة المئوية المقبولة يعني عبر العالم، لأن في أحسن الأحوال النسبة المئوية للوفيات هي 3%، وفي أسوأ الأحوال مثل الدول الأوروبية وأمريكا تتجاوز 10 إلى 12%. يعني الجزائر بقينا نسبة 7 إلى 8%، يعني نسبيا هي معليش أن نقول كل وفاة فهي حالة محزنة وتحز في القلب لكل مواطن، لكن نسبيا مقارنة بباقي الدول تبقى الجزائر نسبتها يعني ما هيش نسبة كثير مرتفعة، لكن تبقى ضمن النسب المعقولة نستطيع القول، لكنها أعلى رقم للوفيات بالرغم من كل ذلك. وأحد الوزراء فسر ذلك بموقعها الجغرافي، وتونس أيضا في الحقيقة قريبة أيضا من هذه البلدان، لكن ألا يجعلك ذلك يمكن أو يجعلنا ربما نطرح تساؤلات عن فاعلية القطاع الصحي في الجزائر ومدى قدرته فعلا على مجابهة هذا الوباء حاليا؟
ولا أحد حقيقة ينفي أنه فيه نقائص وفيه تلكؤ عالمي، يعني ما هو شيء إلا الجزائر فقط، يعني لأن الأمور كانت فجائية جدا، يعني ما كانش فيه ولا دولة كانت تنتظر مثل هذا الكم من الانتشار للفيروس والحالات يعني وعدد الوفيات من عبر العالم. إذا كان نقدر نقول أن اليوم فتنا عتبة 70,000 وفاة يعني في العالم، يعني فهو رقم كبير ورقم خطير جدا. الجزائر 173 نسبيا، نعم، نسبة كبيرة جدا وهي المرتبة الأولى ضمن الدول العربية، لكن ولا نقارن ذلك بنسبة التشخيص، لأن الجزائر لحد الساعة قمنا بأقل من 4,000 تشخيص عبر وسائل التشخيص البيولوجي مقارنة بباقي الدول العربية. يعني لو كان قمنا بأكثر عدد كانت النسبة على الوفيات تكون أقل أكثر، لأن هي أمور نسبية، هي عدد الوفيات مقارنة بعدد الحالات المشخصة 8%. ولو كان التشخيص أكثر، معناها نقول موسع أكثر بالنسبة للشرائح أكثر، وكان الاستكشاف العام عن طريق عملية المسح، كانت تكون النسبة أقل بكثير من نسبة 5% في الجزائر. شكرا جزيلا لك دكتور جديع جابر، مدير جمعية الأطباء الممارسين في ولاية الوادي وأخصائي أمراض الجهاز التنفسي من الجزائر.